بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام علي ابن محمد الهادي، الإمام العاشر من الأئمة الاثني عشر الذي تصادف ذكرى وفاته في اليوم الثالث من شهر رجب الذي مر علينا قبل أيام. وقد كان هذا الإمام كآبائه معنياً بتصحيح المفاهيم الإسلامية على مستوى العقيدة وعلى مستوى الشريعة وعلى مستوى حركة الإنسان في الحياة. وقد كان العلماء في زمنه يلجؤون إليه ليتعلموا منه، وقد أحصى المؤرخون 185 راوي من الشخصيات العلمية التي تمثل موقعاً ثقافياً متقدماً. وكان سلام الله عليه يلاحق كل الانحرافات التي تحدث في المجتمع من خلال الناس الذين يغلون في الدين ويتحركون على أساس الغلو، سواء كان الغلو في العقيدة بأهل البيت أو الغلو في جوانب أخرى من الناحية العقيدية الفكرية كما في الجبر والتفويض. وكان يتصدى لذلك بكل قوة، وكان يحذر أصحابه من هؤلاء الذين يغلون بغير الحق ليشوهوا صورة الإسلام عقيدة وشريعة وحركة في الحياة. وهذا هو أيها الأحبة هو الدور الذي أعد للإمامة. فالإمام لا يأتي بشريعة جديدة أو بعقيدة جديدة، فقد أكمل الله لرسوله وللمسلمين الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وآله أي زيادة في الدين، ولكن الأئمة عليهم السلام كانوا يراقبون حركة هذا الدين في الواقع وينفون عنه تحريف المحرفين وغلو الغالين، ويعملون على أساس الخط المستقيم الذي يطلبون من الناس السير عليه. وهذا هو ما كان يقوم به الإمام علي الهادي عليه السلام. وكان الإمام الهادي سلام الله عليه يملك موقعا كبيرا متقدما في الواقع الإسلامي، حتى لدى رموز السلطة التي كانت منحرفة عنه وكانت تكيد له وكانت تضطهده، لكن هؤلاء كانوا لا يملكون إلا أن يخضعوا لما يتميز به من الهيبة. كان إذا جاء إلى أي مجتمع من مجتمعات هؤلاء من رموز السلطة كانوا يقومون بطريقة لا شعورية إجلالاً له، ولكن بعضهم قال لماذا نقوم لهذا الرجل؟ فهو ليس بأشرفنا ولا بأكبرنا ولا بأسننا ولا بأعلمنا، والله لا ترجلنا له، إذا أجى مرة ثانية ما حدا بيقوم. ولكن الإمام أقبل بعد أن تكلم هذا الإنسان بكلمته، فلما أقبل الإمام وبصروا به فترجل له الناس كلهم، وقال هؤلاء الذي كانوا يتحدثوا بهالطريقة أنه ما راح نحترمه وما راح نؤمله، وقال هؤلاء والله ما ملكنا أنفسنا لما شفناه حتى ترجلنا له. ونقرأ في سيرته أنه لما مرض الخليفة العباسي المتوكل وكان من أشد الناس عداوة لأهل البيت عليهم السلام وللإمام الهادي بالذات، عندما مرض نذرت أمه أنه إذا عافاه الله فإنها سوف تمنح الإمام الهادي 10,000 دينار نذر. فعندما شوفي أرسل ذلك إليه، لأنها لم تجد شخصا في المجتمع آنذاك تتبرك به وتتقرب إلى الله بالنذر إليه غير الإمام الهادي، مع أنها أم الخليفة العباسي. حتى أن الخليفة عندما دفع بعض الناس ليهجموا على بيت الإمام وجد هذه السرة التي فيها المال وهي مختومة بختم أمه، ف
فأرسل إلى أمه: ما هذا؟ شو عملت أنت؟ فذكرت له: أني نذرت إذا عافاك الله أن أبعث لعلي الهادي بهذا، لأنه من الأشخاص الذين نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام يرصد الفهم الخاطئ للأشياء. فنحن، فقد كان بعض الناس كما نحن الآن، عندما يصاب أحدنا ببلاء أو بأية مشكلة في يوم من الأيام، فإننا نتحدث عن شؤم هذا اليوم. هذا اليوم يوم شؤم، يوم نحس، خصوص إذا فقد الإنسان باليوم شخصاً يعزه. يعني نحمل الأيام مسؤولية ما يصيبنا من أي بلاء نبتلى به. وفي أيضاً بعض الناس حتى الآن يتشائموا من بعض الأيام، مثلاً في بعض الناس يعتبروا أنه آخر أربعة بالشهر أنه نحس، ما بده يسافر فيها، ما بده يشتري بيت، ما بده يفتتح مشروع تجاري، أنه هذا نحس مثلاً. هذا أيضاً بعض الناس في أيام يسموها أيام كوامل، يعني أيام الشهر وأيام نحسها. هذه الفكرة يرفضها الإسلام، لأنه أي دخل لليوم فيما أصابك؟ شو هو اليوم؟ اليوم هو عبارة عن هذه الساعات، مثل ساعات الأيام الأخرى. ليس هناك في اليوم مشكلة في تكوين اليوم، هو جزء من هذا الزمن الممتد. حدثت هناك قصة مع أحد أصحاب الإمام الهادي، ويسمى الحسن ابن مسعود. يقول: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد وقد نكبت إصبعي، يعني جرحت، وتلقاني راكب وصدم كتفي. هي قصة ثانية صارت. ودخلت في الزحمة، زحمة الناس، فخرقوا علي بعض ثيابي، فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. يعني ما أكثر شؤمك اليوم، يعني وحدي ورا وحدي صارت علي أنا. فحمل اليوم هذه المسألة هذه. فقال لي إمام لما سمع منه هالكلام، قال: يا حسن، وأنت تغشانا؟ أنت وعم تجي لعندنا وتزورنا ومن أصحابنا، وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له. أنت الآن هالأشياء صارت عليك، بتحمل مسؤوليتها لليوم؟ شو ذنب اليوم في هالموضوع؟ شو علاقته بالموضوع هذا؟ قال الحسن: فثاب إلي عقلي وتبينت خطأي يعني في هذا، فقلت: مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن، ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشاءمون بها؟ اليوم هو قطعة من الزمن مثل بقية قطع الزمن الأخرى، على أي أساس أن تتشاءموا
بها وتحملوها مسؤولية ما يحدث لكم فيها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها، فما تواجهونه نتيجة الأعمال. الله بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال له الحسن: أنا أستغفر الله، وهي توبتي، أتوب يا ابن رسول الله؟ فقال: والله ما ينفعكم، ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. أما علمت يا حسن أن الله هو المعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟ فقلت: بلى يا مولاي. قال: لا تعد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم الله. هذا يعني هذا الموقف من الإمام في توعية هذا الإنسان يريد أن يخرجنا من الخرافة، لأن هذا أن تجي أنت تحمل اليوم مسؤولية ما يحدث لك فيه، هذه كلها أمور لا واقع لها كلية. وكثير من الأشياء التي اعتدناها أيها الأحبة أيضاً ليس لها واقع. يعني في كثير من الناس قد يبتلون ببعض الابتلاءات، بيروحوا لبعض المشايخ اللي بيكتبوا كتابات ويفتحوا الكتاب وما أشبه، شو والله أنت معك رينا، ما سامعيها كثير هذه؟ وإحنا بدك هاي الرينا كيف نطلعها من عندك وكيف مثل هالمعنى؟ أو أنت مكتوب لك مثل هذا، والناس تدفع فلوس على هذه الأشياء وتضرب مندل وتضرب كذا. هذه أيها الأحبة كلها خرافة، لا في إرينة. وقصة واحد بيكتب كتاب لواحد تاني كتيبة ويعمل له طريقة من هون هنا، كله لا واقع له. بس في ناس رزقهم على بعض الناس. ماشي، احنا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون كله جعل لكل شيء سببا، سبب من الواقع الطبيعي الموجود. المطر له سبب، الزلازل لها سبب، فيضانات لها سبب، الزرع إلى سبب، وهكذا. الله بيقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء الله جعلنا قدر. هذا إن كل شيء خلقناه بقدر. لذلك أن نربط كل شيء بأناس يغشوننا فيقولون إننا نعلم الغيب، هو يجي يمكن يحدثك عن بعض الأشياء، يقول والله حكى لي اللي هو بيسرق لسانك، بناك أنه هو يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما حدا بيعلم غيب في هذا المجال. لذلك إحنا لابد لنا أيها الأحبة من أن نملك وعينا ونملك فكرنا، ولا نخضع لهؤلاء الذين لا يملكون علم ذلك، بل قد يحدثوننا بأشياء لا واقع لها أبداً. في بعض كلمات الإمام الهادي عليه السلام يقول: من اتقى الله يتقى، يعني الذي يتقي الله فإن الله يلقي هيبته في نفوس الناس الآخرين فيهابونه ويخافونه
ومن أطاع الله يطع، يعني الله يجعله في الموقف الذي يخضع الناس له نتيجة طاعته لله. ومن أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين. إذا أنت تطوع الله وترتبط بالله وتجعل كل أمورك مربوطة بالله، ولا يكون لديك إلا الانفتاح على رضا الله، ما لقيم الناس سخطت عليك غضبت منك مش مشكلة، لأنه رضا الله هو فوق كل رضا. إذا الله رضى عليك والله هو الذي يملك أمر الدنيا والآخرة، شو قيمة فلان يزعل منك؟ شو قيمة فلان يسخط عليك ويغضب منك؟ وكما قال ذاك الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. الآن بكرة لما الواحد يوصل يوم القيامة ويقف بين يدي الله، شو قيمة فلان يزعل علي وفلان حكى علي وفلان كذا؟ مهم الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما في حدا. ومن أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فهو قمين أن يحل به سخط المخلوقين، لأن الله هو الذي يلقي المحبة في نفوس الناس فيها. ويقول: إن الله جعل الدنيا دار بلوى يبتلينا بها، والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. وهكذا أيها الأحبة، فلا بد لنا أن نلتزم خط الولاية في أهل البيت، لأنهم حجج الله على خلقه، ولأنهم الذين يهدوننا إلى الصراط المستقيم. والسلام على الإمام الهادي يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن